وصف الدكتور أنور جرجاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر بالتاريخية، مؤكدا أنها تدعو للتفاؤل بخريطة جديدة للعالم العربي. وقال جرجاش عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان هي بداية مبشرة بعصر مشرق يعول عليها، مضيفا أن السعودية ومصر حجرا الأساس في أي بناء عربي.